بسم الله الرحمن الرحيم. دي منطقة قلنا اتكلمنا عليها قبل كده، احنا صبينا عليها الحمد لله. ان شاء الله هنعمل حيطة في المنطقة الخلفية اللي فيها منسوب أوطى. فايدة الحيطة دي ان شاء الله يعني هتبقى الساند للتراب اللي جاي تحت الاساسات. انا ما ينفعش اسيب الاساسات يبقى تحتها تراب سايب، لازم اقفل المكان ده اللي هو الجزء دوت، ابدا اطلع بحيطه في المكان دوت عشان اسند التراب اللي بعد كده هيبقى لو حصل اي هبوط او اي حاجه في التربه هيسحب معايا الاساسات بتاعتي. انا مش عايز الاساسات تتسحب، فهضطر ان انا اعمل قاعده شرطيه هنا بحيطه بارتفاع الاساسات بحيث ان انا اقفل على جاري وابقى اساساتي متامنه ان ما يحصلش ليها سحب للتربه تحت. ميه تضرب بقى ما تضربش مش قصتي، انا كده كده مامن نفسي وعامل حيطه خرسانه ومنعت اي تسريب لميه او اي تسريب للتربه نفسها ان التربه تهرب من تحت الاساسات. لا، تدي ميه زي ما انت عايز ولا يفرق معاك، التربه ثابت مكانها مش هتتحرك من مكانها. ليه؟ احنا منعناها بحيطه خرسانه. ف يعني دي عشان الناس تبقى فاهمه ان فكره الحيطه الخرسانه تحت الارض مهمه جدا. اللي معمول هناك ده زي ما انتوا شايفين كده الميه ضربت، طبعا السميل عشان تحت خرسانه ما سربش، لكن لو منسوب المياه ده ارتفع عن كده شويه هيبدا يعدي من الطوب،